السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي في قناتي، قناة أحلى الأكلات. أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس على طريقتي، طريقة جميلة جدا وطعم مميز جدا. عندي كده هو حلة على النار، سايباها طبعا تسخن، وهنزل فيها المعلقة كده هو من السمنة. هستنى على السمنة بتاعتي بس تسيح. وهبدأ انزل عندي كده اهوت بحوالي بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين متقطعين زي ما احنا شايفين كده اهوت، طرنشات رفيعه مش طرنشات كبيره يعني بالشكل دوت. وهبدأ انزل على السمنه بتاعتي بالبصله، وهفضل اقلب في البصله بتاعتي لحد البصله ما تبدأ تاخد اول درجه من درجات اللون الذهبي، مش عايزه لونها يغمق. هديها سنه من الملح على اساس ان انا اساعد البصله بتاعتي ان هي تدبل معايا بالشكل دوت. وهفضل اقلب في البصله بتاعتي لحد ما تبدا تاخد اول درجه من درجات اللون الذهبي. البصله بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهي بدات تدخل في اللون الذهبي، وهو دوت اللون المطلوب، اللون اللي انا عايزه اوصل له في الوقت دوت. هبدا انزل بمعلقه صغيره من الكزبره الناشفه. والبطل بتاع الطبخه بتاعنا النهارده اللي هو الفلفل الاسود، بنحط حوالي معلقه كبيره من الفلفل الاسود، بيديها طعم ونكهه مميزه، وهو كمان اللي بيدي للصينيه بتاعتي الطعم المميز بتاعها. بدي تقليبه واحده بس كده اهوت على النار لحد ما احس ان ريحه التوابل كده اهوت بدات تتحمص وبدات تظهر عندي. يا دوب تقليبه واحده بس، ما بخليهاش تاخد وقت عشان التوابل بتاعتي ما تتحرقش على النار. في الوقت دوت بنزل بلتر من عصير الطماطم بالشكل دوت اهو، هسيب الطماطم بتاعتي تتسبك كويس جدا مع البصله لحد ما اتاكد ان هي اتسبكت تماما، وبعدين نشوف هنشتغل فيها ازاي. البصله بتاعتي والطماطم اتسبكوا خلاص على النار. عندي كده اهوت الصينيه اللي انا هشتغل فيها. عندي طبعا البطاطس مقشراها وغسلها كويس جدا ومقطعاها ترانشات، شايفين السمك بتاعها مش عايزينها اقل من كده ولا اكتر من كده عشان ما تاخدش كمان وقت طويل معانا في استوى، ولو كانت اقل من كده هتستوي بسرعه مش هتاخد من طعم التسبيكه الجميله اللي احنا عاملينها. وبنحاول طبعا واحنا بنقطع البطاطس بتاعتنا نخلي السمك بتاعها كلها في قد بعض، بحيث لما تستوي كلها سوى واحد، ما يبقاش جزء مستوي وجزء مش مستوي من البطاطس. وطبعا انا البطاطس بتاعتي غسلها ومقشرها، كنت سايباها طبعا في ميه عشان لونها ما يسودش، وكمان واحده اهي هقطعها كده اهوت معاكم. شايفين السمك المناسب يعني تبقى سمك ايه كده اهوت متوسط، مش عايزينها سمكها تخين بتاخد وقت طويل في السوى، ولا تبقى رقيقه ما تاخدش من طعم التتبيله بتاعتنا بالشكل دوت. بنوزع طبعا الصينيه، بنوزع البطاطس بتاعتنا كده اهوت في الصينيه بالشكل دوت. وعندي هنا اهوت التسبيكه بتاعتي، شوف شكلها كده اهوت مع بعض، شايفين شكلها. طبعا بعد ما اتسبكت كويس جدا والطماطم استوت وتاكدت ان البصله كمان معايا استوت وظبطت الطعم بتاعها، حطيت عليها تقريبا نص لتر من المرقه، اي مرقه عندك ممكن تحطي مرقه لحمه او مرقه فراخ الموجود والمتوفر عندك بالشكل دوت. هبدا انزل عندي كده اهوت بالبصله بتاعتي على صينيه البطاطس. طبعا هغطي البطاطس بتاعتي بالتسبيكه اللي عندي بالشكل دوت. بنخلي البصله بتاعتنا على الوش عشان لما تدخل الفرن بتاعتي البصله تبدا تتكرمل وتاخد اللون الكرمل الجميل بالشكل دوت. هحط كل الكميه اللي عندي. وهنا عند السوا ليكي تختاري بين طريقتين، الطريقه الاولى ان انت ممكن تحطيها على البوتاجاز عادي على العين بتاعت البوتاجاز، تاخد كام غلوه كده اهوت، وبعد ما تبدا تدخل معاكي في السوا تدخليها الفرن وتعملي سواها في الفرن وتدخليها على الشوايه تاخد منك اللون الذهبي. او الطريقه اللي انا بصراحه بفضلها وبحس ان هي احلى واطعم بكتير، اللي هو ان احنا هندخلها مباشره على الفرن بالشكل دوت، بتبقى طعمها جميل جدا وبتبقى واخده كده اهوت متسبكه وطريقتها جميله واخده لون ذهبي جميل جدا.
في ملحوظه برضو هقول عليها، ممكن المرقه اللي احنا حاطينها ديت السوائل، كميه السوائل اللي احنا حاطينها في صينيه البطاطس ممكن ما تكونش كافيه لتسويه البطاطس بتاعتي، ودوت طبعا على حسب نوع البطاطس. يعني معنى كلام ان انا هدخلها الفرن ومن وقت للتاني هحط ابص عليها واختبر سوى البطاطس بتاعتي بسكينه، ولو كانت البطاطس استوت هيبقى كده تمام. لو حسيت ان البطاطس بتاعتي لسه ما استوتش ببدا ازودها من المرقه. دلوقتي خلاص المرقه بتاعت التسبيكه بتاعتي انا حطيتها كلها، بتحطي عليها مرقه عاديه من الموجوده عندك زي ما انا قلت، فراخ او لحمه او ايا كان المرقه اللي انت حطاها، بتبداي تزودي كده بالتدريج لحد صينيه البطاطس ما تستوي معاكي وتديها اللون الذهبي الجميل، ونشوف شكلها النهائي مع بعض. ادخلها بس الفرن وتاخد في السوى بتاعها تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع برده على حسب نوعيه البطاطس اللي عندك. دخلها الفرن ولما تخرج من الفرن ان شاء الله نخرجها ونشوف الشكل النهائي بتاعها ايه. صينيه البطاطس بتاعتي خلاص اهي زي ما احنا شايفين استوت، اخدت حوالي ساعه الا ربع مني في الفرن، شايفين جميله جدا البطاطس بتاعتي كمان استوت. نشوفها كده اهوت مع بعض بالسكينه، بتغرز السكينه كده اهوت في البطاطس، بتحسي ان البطاطسايه بتاعتك هي كده اهوت مستويه وطريه، شايفين بالشكل دوت قد ايه بتتقطع معانا ببساطه وبسهوله، واخدت اللون الجميل دوت. شايفين فيها صوص خفيف جدا، الصوص دوت برده بيبقى جميل جدا، بتحطيه على الرز او ممكن تغمسيه بالعيش بيبقى جميل جدا. ولو انت برده مش عايزه الصوص دوت ممكن تستني عليها شويه في الفرن ما تخرجيهاش مباشره، طبعا على السخونه بتاعت الفرن بتبدا الصوص بتاعها يبدا ينشف فيها وبتبقى بتنشفها اكتر من كده، ودوت طبعا على حسب ذوقك. صينيه طعمها جميل جدا، طعمها مميز جدا، اقتصاديه، بتقدميها مع رز بشعريه، بتقدميها مع لحمه محمره على حسب ما انت بتحبي. ودي كانت وصفتي النهارده، اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه واعملوا لي لايك وشير، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.